تنويه هام. في البرنامج ده بنتكلم عن قصص وحكايات من الحياة العملية، وبنكشف تحديات وكذبات بعضنا بيكتبها. زي العادة بنسخر من عيوبنا عشان نتغير. احنا ما نقصدكش انت، ايوة انت اللي هتقول ازاي بتقولوا عليا كده. لا انت جميل، انت بتعمل شغل عالي. في فترة من الفترات انتشرت صورة على السوشيال ميديا لموظف حاطط على ظهر الكرسي بتاعه قاعدة أو حكمة هو متبنيها وكاتب عليها كده: I work for money, if you need loyalty, buy a dog. أو أنا بشتغل عشان الفلوس، لو عايز إخلاص اشتري لك كلب. وكعادة كل الحاجات البايخة والسخيفة اللي بتنتشر على السوشيال ميديا انتشرت جدا، والبعض اتعامل مع الموضوع ده على إنه حكمة وقاعدة في الشغل. اللي عايز أقوله لك إنه في كل مكان عمل في مصر وفي العالم كله بصراحة هتقابل ثلاث أنواع هنسميهم النهاردة: الابن واللص والأجير. شغل عالي شغل عالي شغل عالي شغل عالي. يا مرحب في شغل عالي. شغل عالي أول برنامج مصري بيتكلم عن الشغل وعن بيئة العمل على وجه الخصوص. بنتكلم عن الموضوع اللي بياخد تقريباً تلت حياتنا بنقضيها في الشغل. بس عمر ما حد كلمنا مفروض نعمل إيه ولا مفروض نفهم إيه، وكتير ما سمعنا نظريات عالمية عظيمة عن الشغل لكن ما تشبهش تفاصيل حياتنا اليومية، وما تشبهش الزحمة اللي بنقابلها في الشارع ولا الناس الغريبة اللي بنتعامل معاها كل يوم، ما تشبهناش. عشان كده قررنا في شغل عالي إننا نتكلم عن كل التفاصيل دي بطريقة مصرية جداً. في كل حلقة هنقابل واحد من كبارات الشغلان، وكمان وبعد بحث كبير جداً اكتشفنا إن كلنا في الشغل أحياناً للأسف بنكذب. فهنكشف في كل حلقة 10 كذبات بيكذبها الشخص اللي بيشتغل الشغلانة دي. ولأنه مفيش حد فينا حياته سهلة وبسيطة، هتكتشف أشهر 10 تحديات في حياته. ولأنه وإحنا النهاردة بنفكر في تغيير، عينينا كمان على المستقبل. هنتعرف كمان على مستقبل الشغلانة. تخيل تنزل من بيتك وتركب مواصلات وتروح مكان تقف فيه في طابور طويل بس علشان تاخد رقم تحجز بيه دور، وبعدين تخش في انتظار طويل جوه نفس المكان علشان تخش على الموظف المسؤول، ووارد جدا انه يضرب لحضرتك كل الموضوع لمجرد ان ورقة الـ200 جنيه دي ارقامها مش واضحة. اهلا بيك في البنك. البنك هو مكان كبير، كل الصورة الذهنية الموجودة عنه انه منظم جدا، متستف بالشعرة، لدرجة إنه لما الإنسان قرر يعمل كيان يخزن فيه المعلومات والإحصاءات والأسرار وخبايا كل الأمور قرر يسميه بنك، وقلنا عليه بنك المعرفة. ورجوعاً للبنك، هو مكان قادر يظبط مودك ويعدل من يومك كتير. أصل حضرتك لو صحيت الصبح على رسالة من البنك إن المرتب نزل أكيد ده يوم سعدك وهناك. ولكن في جوه البنك ده ناس ممكن تخليك تقرر تتحول فجأة إلى الرجل الأخضر. بعد ما ينرفزك بجملة للأسف يا فندم، وفي الغالب بتكون جملة رفض شيك، شياكة أوفر. القصة دي حصلت بالفعل في فرنسا مع ماري كوري الحاصلة على جايزتين نوبل في الكيمياء والفيزياء. في بنك رفض استلام ميداليتين ذهب من العالمة الشهيرة من غير أي أسباب واضحة، وردوا عليها بابتسامة ظريفة معاها كلمة آسف وبعدها نيكست. العالمة الشهيرة كانت عايزة تسيح الميداليتين وتتبرع بيهم لدعم المجهود الحربي لفرنسا مع بدايات الحرب العالمية الأولى. الست الأصيلة سمعت إن البلد بتطلب من الناس تتبرع بأي قرش، ولقت إن محلتهاش أغلى من ميداليتين نوبل الذهب علشان تتبرع بيهم. إلا إن البنك الوطني الفرنسي قابل طلب ماري كوري بالرفض لسبب ما حدش يعرفه لحد دلوقتي، وما لقتش قدامها غير إنها تتبرع بالقيمة المالية للجائزة. ويبقى السؤال، إمتى مشوار البنك هيكون خفيف ولطيف على قلبنا؟ شغل عالي شغل عالي. إحنا
هنشوف في حياتنا أنواع من الناس في الشغل، سميناهم الإب واللص والأجير. معرفش ليه عايزة أشارككم بالراجل اللي حط صورة اللي قالك لو عايز إخلاص اشتري كلب، أقرب نموذج للأجير. الأجير في الشغل يعني شخص بيشتغل عشان الفلوس. طبعاً كلنا هنقول طبعاً كلنا بنشتغل عشان الفلوس، طبعاً الفرق أنه الأجير ما عندوش دافع تاني غير الفلوس، الفلوس هي أهم أهدافه. هتلاقي أن الأجير، وعشان تعرف تفرق يعني، أنه الأجير بيستخدم كلمات شبه السبوبة أو النحتاية أكتر بكتير ما يقول شغل أو صنع، ما يحبش الكلمتين دول. هتلاقيه بيعمل حاجة في علم الإدارة كده اسمها البير مينيمال، يعمل أقل مجهود بس بيكمل كل اللي عليه، ما يتمسكش عليه غلطة لأنه عايز في الآخر ياخد أجرته كاملة. الأجير شخص بيحول نفسه لآلة تعمل الشغل، ويتنازل بقى قصاد ده عن كل حاجة اسمها ابتكار، تطوير، صنعة. عارفين لما نروح محل كده وناكل أكل عادي ما فيهوش حاجة، وتروح مكان تاني تلاقي حد عامله حلو قوي، صاحبنا الأجير ده هيطلب كمان إنه يترقى، وبالمناسبة عشان ما نبقاش مثاليين هيترقى لأنه بيعمل شغله، لكن برضو بعقلية الأجير هيقولك هتديني كام قبل ما يسأل عن أي تفاصيل تانية. الأجير ده واحد من الناس اللي برضو بنقابلهم اللي ممكن يسيب الشغلانة في أهم وأصعب وقت بس لأن جاله أوفر أكبر شوية، مش لأنه متضايق من حاجة. وهو برضو نفس الصنايعي اللي بيسيبك في وسط الشغل ويروح يعمل سبوبة تانية، كلنا شفناه. ما حدش قال إنه إحنا ما بنشتغلش عشان الفلوس، لكن صاحبنا ده هو اللي قال عن نفسه كده، عاوز انتماء اشتري كلب. هحكي لكم عن نوع تاني من الناس، والنوع ده غالباً هو الأسوأ على الإطلاق، اللص. الحرامي في الشغل مش بس حرامي فلوس، أحياناً بيبقى حرامي وقت ومجهود، والحرامية كمان أنواع. في حرامي كده فريلانس، وده لازم نبقى واعيين كده عشان هنتعامل معاهم كتير. هو ببساطة اللي الشغلانة دي قيمتها 10 جنيه هيقولك أنا عايز 1000 جنيه ماشي، لكن هيصرف عليها 5 جنيه. النوع ده من الحرامية كتير قوي، لأنه هو بيغلف لك أنه قدم لك منتج لكنه منتج رديء اتصرف عليه قليل. وفي نوع تاني اسمه الحرامي الموظف. الحرامي الموظف ده بس اطفي الكاميرا، خلي الرقابة تغيب، ببساطة هيتحول لشخص تاني. هتلاقيه النوع ده من الناس اللي بيقضي ساعات الشغل إنه يفتح السوشيال ميديا أكتر، يلعب جيمز، ينزل أفلام من على النت لأنه الإنترنت بتاع الشركة سريع، يطبع ورق ألوان للولاد في البيت عشان يلونه، مفيش أي مشكلة، يعني ما عندوش أي مشكلة في دي لأنه دي بالنسبة له كلها حاجات عادية. ده على مستوى الموظف الصغير. وفي حرامي مدير، تفتكروا؟ في حرامي مدير. حرامي المدير ده ما عندوش ذرة اهتمام خالص بمجهود فريقه، ببساطة جدا ممكن يقول انه كل الناس اللي حواليه ما بتعملش حاجة، وينسب كل نجاح بيعمله لنفسه وهو وبس. والنوع الثالث والأخير الابن. وكلمة الابن بتضايق ناس أحيانا في الشغل لأنه بيفتكر أنه الابن يعني التابع والموافق واللي بيقولك على كل حاجة أنها عظيمة. الحقيقة لأ، الابن هو عكس كل اللي اتقال. هو عارفين مصطلح ابن النادي كان بيتقال على نوع من الناس اللي عنده انتماء، هو شايف نفسه صاحب مكان وبالتالي بيعتبر المكان ده بتاعه، بيشتغل بالعقلية دي. وبالمناسبة الابن بيكسب كويس قوي. الابن بيكسب لأنه بيكبر وبيكبر المكان اللي هو فيه. النوع ده من الناس أعتقد كده أنه لما هنقابله هنلاقيه ما بتضايقوش أبداً ساعات الشغل الكتير، مش لأنه هو عايز يضيع حياته ويقضيها كلها في الشغل، لكن لأنه قصاد كده لو حب يرتاح في بعض الوقت مش هيلاقي أبداً أي مانع لأنه مجهوده متشاف ومتقدر. أنا برضو بتكلم عند الناس السوية. إحنا اتفقنا أن الابن بيكبر وبيكبر المكان اللي هو، عشان كده المؤسسة اللي عندها ابن دي مؤسسات محظوظة جداً، والمؤسسات الأذكى هي المؤسسات اللي بتعرف تتعامل مع الأنواع المختلفة من الناس، تعرف تستثمر. المؤسسة إمتى نقول عليها تبقى مؤسسة فاشلة؟ لو خسرت الابن ده، لو حولته بأي طريقة ما بزهق كتير إنه يبقى أجير، وده بيحصل.
وأعتقد أنه حصل أكيد معانا في مشوار حياتنا، لكن الابن اطمن عليه أنه مهما تعب ومهما زهق عمره ما هيبقى لص. ببساطة يعني مش عايزة أطول في التقسيمة دي، لكن التقسيمة دي أعتقد هنشوفها في كل مكان وفي كل شغلانة. سيبك بقى من تصنيفات بتاعة أشتغل في شركة كبيرة ولا أشتغل في شركة صغيرة، أشتغل موظف ولا أشتغل فريلانس، أفتح بيزنس مخصوص. الاختيار الحقيقي والمعيار الحقيقي للنجاح إنك تختار أنت مين في التلاتة دول، ابن ولا لص ولا أجير. والمؤسسات اللي بتنجح متهيألي إنها المؤسسات اللي بتنجح في إدارة البشر بكل أنواعهم كل تقلباتهم. ودي بقى مهمة صعبة بس مش مستحيلة. خد نفسك شوية وارجع نكمل مع بعض الشغل العالي والشخصية اللي هنركز معاها النهاردة وهنكشف كتير قوي من أسرارها، هو موظف البنك اللي كلنا قابلناه وكلنا بنتعامل معاه. العمل الإداري والمصرفي أحد أخطر القطاعات وأهمها في كل دول العالم. نفخر عندما نجد أن قادة هذه القطاعات في مصر والوطن العربي رموز مصرية وصلت إلى العالمية بعلمها وإدارتها ورؤيتها الاستثنائية. هاي دكتور، هاي حضرتك. أهلا بك. دكتور مصطفى هديب، الأستاذ والعالم والمصرفي، يدرك أن إفريقيا مفتاح السر في الاستثمار وأن مصر مليئة بالفرص. شكراً على دعوتك لينا هنا في الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، الصرح العريق اللي كلنا بنحترمه ومبسوطين قوي أنه إحنا موجودين فيه النهاردة. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً دكتور مصطفى. دخولاً في الموضوع على طول، وإحنا نتكلم عن البنوك والرموز اللي في العالم الاقتصادي والعالم المصرفي، احنا عارفين ان احنا مصر ذاخرة باسماء كبيرة وعريقة في مجال البانكينج، وعشان كده عاوز اسأل حضرتك اول حاجة، واحنا شاطرين زيادة في الحتة دي بسبب خلفيتنا التاريخية ولا بسبب تحديات كتيرة عدت علينا وتغيرات اقتصادية كتير؟ والله هما الاثنين. يعني ما تنسيش ان القطاع المصرفي المصري من اقدم القطاعات المصرفية في العالم. واحنا يعني من سنة 1800 وشوية احنا عندنا بنك مركزي بس كان اسمه البنك الاهلي. وبعدين اصبح فيه بنك مركزي. الخبرات المالية والمصرفية المصرية خبرات عريقة جدا، مرت بتجارب صعبة. وهو لما بتبقى الدنيا سهلة ما بيبقاش فيه خبرة، مرينا بتجارب صعبة جدا وانتقالات من ملكية لجمهورية لاشتراكية الرأسمالية، وكل ده يعني أول قطاع لازم يغير نفسه هو المالي والمصرفي، يقود التغيير كمان. بالظبط. بالظبط. في إجماع على أنه الحياة قاسية، هي فعلا حياة المصرفية قاسية جدا ولا احنا برضو مصعبينها على نفسنا ببعض المعايير اللي يمكن نقصانا؟ يعني أنا فعلا محتاجة أفهم الحتة دي، لأنه قد ما بسمع رغبات شديدة جدا الناس تنضم، لكن اللي موجود دايما بالذات في بداية المشوار دايما طبعاً بيشتكي من ضغط. ده طبيعي. بصي حضرتك، انت بتشتغلي في فلوس، فالخطأ فيه مش مسموح طبعا. يعني ممكن تبص تلاقي حضرتك مثلا بعض الموظفين في بعض الإدارات بيروح الساعة 7 و 8 بالليل لأنه لازم يقفل الخزنة بتاعته، ولو ناقص 10 جنيه مش الموضوع مش موضوع ان انا احطها من جيبي، لا. لازم نعرف هي راحت فين. فيعني دي صعوبه العمل المالي والمصرفي، هو انك حضرتك بتتعاملي في اموال، والاموال دي اموال عامه. يعني مش معنى ان انا رئيس مجلس اداره بنك ان انا اتصرف زي ما انا عايز، انا بدير الاموال. لكن لا، دايما نهزر مع اصحابنا اللي بيشتغلوا في بنك نقول انهم اغنياء قوي، يعني مش حاجه مش كده. لا، هم بيشوفوا الفلوس كتير بس يعني مش بتاعتهم. فلا طبعا عمل قاسي، ولكن حضرتك بصي مفيش نجاح بسهولة. يعني الإنسان اللي ربنا عايزه ينجح في حياته بيخليه في الأول يقابل صعوبات كبيرة جدا فبيتعلم منها، وبيعرف يعني ايه جلد في الشغل انه يقدر يستمر. فالعمل المالي والمصرفي عمل صعب جدا، زي ما قلت حضرتك كده انك انت بتتعاملي مش في برودكت، فمعلش في نسبة تالف او ما فيش كلام ده في البنوك. كل ما ارتفعت قيمة الخدمة اللي انا بقدمها كل ما لازم اتوقع صعوبات. طبعا حضرتك في خلال 10 سنين الجاية
هيكون في ويمكن قبل العشر سنين تحول كبير جدا في طبيعة وظائف وعمل البنوك. وأنا هنا يعني بستند إلى دراسة عملها اتحاد بنوك مصر عن سلوك العميل مع البنك قبل وبعد الكوفيد 19. وجدوا أنه بعد الكوفيد 19، وأنا على فكرة في الشغل بتاع البنوك بعتبر أنه موضوع الكورونا ده جه يعني أكبر ميزة عملها في القطاع المصرفي. هتلاقي الإحصائية اللي عملها اتحاد بنوك مصر أنه لقوا أنه بعد الكوفيد وأثناء الكوفيد 19 ولغاية دلوقتي تحول سلوك عميل البنك. 43% من العملاء بيستخدموا الـ ATM machines، حل لأنه كان متعود لازم يروح الشباك ويعمل زحمة. 43% زيهم أونلاين، كلنا خلاص بنقعد على المكتب أو في البيت أعمل كل معاملاتي البنكية، التحويلات 4% وسائل أخرى و9% فروع. يعني اللي بيروح النهاردة بس دي نسبة مشجعة جدا. أنا كنت خيلت أنه لا، أنا خيلت أنه في مقاومة من قطاع لسه عايز يمشي بالزي يعني الكلاسيك. يعني حضرتك أنا لما أقعد على المكتب هنا وأعمل كل معاملاتي البنكية هروح الفرع ليه؟ وضيع وقتي ليه؟ فده ترتب عليه إيه؟ أو الكونكلوجن بتاع الدراسة أن البنوك النهاردة تغير الاستراتيجية الاستثمارية بتاعتها. بعد ما كانوا النهاردة تلاقي البنك الفلاني بيفتتح الفرع رقم 512 في مش عارف مين، والفرع رقم 400 معرفش ايه في بنك تاني. تحولت استراتيجية التوسع المصرفي مع موضوع الشمول المالي الى الاستثمار في التكنولوجي، لان انا النهاردة مش محتاج افتح فيزيكال فروع حرفية. يعني وبعدين ابتدى ينتشر كمان النهاردة في مصر الفيرتشوال برانش. الفيرتشوال برانش ده، وطبعا انا شفته كتير في يوروب وفي امريكا، انت بتبقي ماشية في مول تلاقي فرع بنك، تبصي تلاقي موظف قاعد جوه بس. واحد بس قاعد جوه اوضة ازاز كده المميكن بتاع مصر، والباقي كلها اجهزة كمبيوتر. فاللي قاعد جوه ده لو انا كعميل دخلت بحاول اعمل معامله معينه ومش عارف اعملها بيطلع يساعدني بس، فما عادش بقى الفرع اللي فيه 150 موظف واللي فيه مش عارف. فالدنيا بتتغير، ده على كل الاصعده، على السرعه، المحافظه على البيئه، تقليل الورق، تقليل عدد الموظفين. وده بقى اللي يخليني اخاف واسال حضرتك، زي الاف من الناس اللي بيتخرجوا من كليات التجاره مثلا كل سنه والبزنس واداره الاعمال، مكان الناس وخصوصا حضرتك خبرة أكاديمية عظيمة، بتنصح بإيه الأجيال الجديدة يتعلم إيه؟ وهل التعليم قادر يمشي بنفس السرعة اللي سوق العمل مشي بيها؟ أنا حضرت في ميامي من كام سنة مؤتمر تعليمي كبير جدا، كان فيه أكتر من 6000 مشارك. المتحدث الرئيسي ده أشهر واحد بتاع تعليم في أمريكا كلها، قال إحصائية في منتهى الخطورة، قال يا جماعة في خلال الثلاثين سنة اللي جاية دي هتختفي تماماً وظائف. اللي قاعدين كلهم بتوع تعليم، قال لهم المحاسب هيختفي، العمليات الجراحية هتتعمل النهاردة مش بالأسلوب المحاميين النهاردة في artificial intelligence للمحاماة. وبصلنا كده وقال والمدرسين، مش هيبقى فيه مدرس خلاص، المدرس هيبقى كوتش. ده نظام التعليم اللي موجود دلوقتي اللي بيخلي ابنك أو بالنسبة لنا أحفادي بيبص على العالم كله. كل هذا القدر من التقدم اللي احنا شايفينه والعالم كله شايفه يخلينا برضو نقول، هل تطورت الجامعات والتعليم الجامعي بنفس السرعة وبنفس القدر؟ شوفي حضرتك، اللي أهم من التعليم الجامعي هو التعليم الأساسي. وأنا كنت في مؤتمر في ميامي، مؤتمر تعليمي كبير، أنا الحقيقة العدد اللي كان حاضر عمري ما شفته، يعني حتى اجتماعات الورلد بانك اي ام اف بيبقى فيها 3-4 آلاف، ده المؤتمر ده كان فيه 6000 وكلهم بتوع خبراء تعليم. المتحدث الرئيسي كان أحد كبار أو يمكن أكبر رجل بتاع تعليم في أمريكا، قال إحصائية في منتهى الخطورة، قال إنه الأطفال اللي في المرحلة الابتدائية أو في التعليم الأساسي دلوقتي لما هيتخرجوا من الجامعة هيتنافسوا على وظائف 65% منها لسه مش موجود. تصوري فده معنيته ايه؟ وظائف العالم الجديد طبعا.
انت انت حضرتك احنا عشان نقدر نتابع موضوع الديجيتال ترانسفورميشن والاي اي الارتفيشال انتليجنس حاجات دي احنا مش ملاحقين بنجري يمين وشمال لان كل يوم في حاجه جديده. فاحنا اذا انت هنا الاساس هو اعداد الطفل من المرحله الاساسيه. الجامعه دي قصه تانية خالص، بس اذا الطفل ما طلعش لغايه ما يوصل الجامعه متماشي مع العلوم الجديده ومع التكنولوجي مش هيلاقي شغل. يعني اللي بيستثمر في ولاده في المهارات الذكاء الاصطناعي زي ما حضرتك بتقول، التعليم، اخلاقيات العمل، ده الاستثمار الرابح في رايي انا. وانا يعني ما اشتغلتش في حياتي كلها الا تعليم. التعليم الاساسي اهم من الجامعي. الاعداد انت زي بالظبط حضرتك بتبني عماره مهما عملتيها جميله لو الاساسات ضعيفه هتقع. فلما يكون مثلا هو ضرب امثله لما يقول ان 30% من الوظائف الحاليه في القطاع المالي والمصرفي في خلال 10 سنين هتختفي. يعني يا دكتور مهارات اهم من الشهادات؟ بصي حضرتك لما بيجوا يقيموا اي نظام تعليم في العالم مش في رانكينج طبعا. ليه بيقولوا البلد الفلانيه نمره 1 والبلد الفلانيه نمره 500؟ في ثلاث معايير اساسيه اللي هم اللي هي الماث الحساب، الساينس العلوم، والكريتيكال ثينكينج التفكير الانتقادي. احنا تعودنا ان احنا يعني بنتلقى خلاص، هو يعني الحاجة اللي اتقالت لنا هي كده، ما بنفكرش ده صح ده غلط نرجع لها مش عارف فين ابدا. فاحنا ما عندناش الكريتيكال ثينكينج في الاولاد. نظام التعليم الجديد بيخلقها. طفل عايز يدرس الفولكينو، المدرس اصبح كوتش، ما بيقعدش ما بيشرحش، هيقول له يدور فين على المعلومه exactly. ويلاقيها ازاي ويتناقش، وهي متوفره. بيخش على بريتانيكا سكول، عجبته القصه الفيلم ده واللي بيشرح له. خلي بالك اللي بيكتب سطر في بريتانيكا او في الناشونال جيوغرافي دول علماء. فهو بيتعلم يعني ايه بركان وازاي من على اعلى المستوى. مش بس كده، عجبته الحكايه دي فيروح داخل على الناشونال جيوغرافي يتفرج على نفس الدرس تاني، وبعدين يروح داخل على موقع تالت. وده متوفر دلوقتي في النظام التعليمي. احنا بنك المعرفه إيه؟ المصري يا دكتور بيوفر ده بالزبط. انا نفسي ساعات ببقى نفسي امشي اسال الناس كم واحد فتحه استخدمه لانه ده كنز. أنا دكتور يعني ما ينفعش أبقى مع قامة تعليمية وإدارية ودولية زي حضرتك وما أخدش بقى شوية يعني نصايح كده للإدارة. دايما إحنا في جلساتنا حتى الودية نقعد نقول إحنا مشكلتنا مشكلة إدارة، إحنا عندنا كنوز بس إحنا مش عارفين نديرها. إلى أي مدى الكلام ده حقيقي؟ وإحنا محتاجين كلنا نتعلم إدارة. الموارد اللي موجودة في قارة زي أفريقيا تغطي العالم كله. قارني بقى أي دولة بدون ذكر اسم من الدول الأفريقية وهاتي خريطة الموارد الاقتصادية بتاعتها وروحي على اليابان وهاتي خريطة الموارد الاقتصادية بتاعتها. اليابان عندها مورد واحد بس اللي هي الموارد البشرية، ما عندوش بترول ولا حديد ولا معادن ولا أي حاجة، بيستوردها وبيصنعها وبيبيعها تاني. دلوقتي بنعمل مبادرة كبيرة جدا لأفريقيا كلها، لأنه الحقيقة اهتمام الدولة في المرحلة دي اهتمام مهم وخطير. وحضرتك شايف أن فرص التعاون المصري الأفريقي مفيدة أو ممكن تكون فرصة نجاة للطرفين؟ بس حضرتك أنا بحب أتكلم بأرقام وعايز أقول لحضرتك إيه اللي موجود في أفريقيا اللي إحنا بنستغلوش. شوفي حضرتك، أولاً مساحة أفريقيا قد مساحة الصين وأمريكا وأوروبا كلها مرتين. أفريقيا تمتلك 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، 90% من احتياطات المواد الخام، 40% من احتياط الذهب، 33% من احتياط الماس، 80% من احتياطات مادة اسمها الكولتان، دي اللي بيعملوا منها التليفونات والإلكترونيات، 60% من الكوبالت المعدن المستخدم لبطاريات العربيات. هتلاقي مثلا بالنسبة للثروة السمكية، بلد زي ناميبيا فيها أغنى شواطئ صيد في العالم كله. أفريقيا غنية بالمنجنيز والذهب والخشب، والأراضي الصالحة للزراعة في مثلا في الكونغو قادرة على إطعام أفريقيا كلها، والأراضي الصالحة في أفريقيا قادرة على إطعام العالم كله. يعني دي إجابة بجد متعبة على فكرة الإدارة.
فن إدارة الموارد الاقتصادية. يعني حتى لما بيسألوني إيه تعريف كلمة الاقتصاد، الاقتصاد دي كلمة يعني اخترعها عالم يوناني 400 سنة قبل الميلاد، وطلع كتاب اسمه فن إدارة البيت. بالضبط كده، هي الاقتصاد هو فن إدارة الموارد، سواء في البيت عند حضرتك أو عندي، أو على مستوى الأفراد الشركات، أو على مستوى الدولة. فهو القصة كلها إن علم الاقتصاد كله اتبنى على فن إدارة البيت. فتيجي حضرتك زي ما أنت بتقولي، والله أنا دخلي في الشهر كذا، حصرف قد إيه على الأكل وعلى مدارس الأولاد وعلى العربيات وعلى وعلى وعلى، دي اقتصاد. بعد كده تطور العلم وأصبح فيه ماكرو لا أنا عايز أسمع حضرتك، ماكرو إيكونومي ومايكرو إيكونومي. مايكرو إيكونومي اتطور بقى، عرفنا ايه التعريفات دي، لان انا فارق معايا ان كلنا نعرف. بص حضرتك، الموضوع باختصار المايكرو ايكونومكس اللي هو الاقتصاد الجزئي، ده اللي هو اداره الموارد بالنسبه للافراد والشركات. الاداره دي مش عمليه سهله، لازم ابقى عارف انا عندي ايه وبصرف قد ايه. المايكرو ايكونومكس هو زي فن اداره البيت بس على مستوى الدوله. الدخل والناتج القومي والانفليشن، معدلات التضخم إلى آخره. فهو الموضوع موضوع بسيط جدا. فرق ما بين أي دولة متخلفة ومتقدمة هي إدارة الموارد. إلا إذا كان في دول ما عندهاش موارد، خلاص بالظبط هنعملوا إيه؟ ومش خلاص بالإدارة، ممكن حتى تتغلب على نقص الموارد، وحضرتك قلت لنا أمثلة. وده اللي إحنا حضرتك بنعمله دلوقتي، بنعمل مبادرة ضخمة جدا لكي لا تصبح إلى الأبد أفريقيا هي مصدر المواد الخام. النهاردة في مصر حضرتك مبادرة من المبادرات الكبيرة اللي بتقودها الإدارة الحالية للدولة، اللي منعت تماماً تصدير المواد الخام. وحتى القرار إن جاء متأخراً ممكن ينقذ كتير جداً، وده اللي حضرتك عاوز تلفت نظرنا ليه، أنه أفريقيا والتعاون مع أفريقيا واستخدام أو إدارة المواد الخام الموجودة في أفريقيا ممكن تفرق. طبعاً بشكل عنيف. وده اللي مخلينا النهاردة بنعمل المبادرة، يخلونا نشتغل مع بعض يا جماعة. إيه اللي حضرتك تنصح بيه، أو إيه اللي ينفع يبقى تطبيق لكل ما هو في علم الإدارة والاستثمار يساعد مصر ويساعد الأفراد؟ بس حضرتك في استثمارات زي بالظبط لما بتخش البورصة long term، يعني الناس أصلها تأثرت بمسرحية فؤاد المهندس بتاع إن كل خمس دقايق حد بيكلمه ويقول له الأسعار زادت والأسعار ناقص طبيعي وخسرت كل فلوسي في بورصة الأسهم. بالظبط. اللي بيدخل البورصة لازم يبقى عارف ده إنه long term investment. اللي بيخش في السوق العقاري ده long term investment. لو أنت عندك استعداد إن ده يبقى long term investment، يعني تتبص على الاستثمار على المدى الطويل، بعد 7-8-10 سنين ادخل. طب والاستثمار المفيد أكتر للدولة إيه؟ إحنا بنعيش في وقت ما حصلش في تاريخ مصر الحديث ولا من أيام محمد علي. ليه؟ لأنه الحقيقة البلد كل سنتيمتر فيها في مشاكل. تيجي تقولي والله إحنا عندنا مشكلة في الحركة جوه البلد والطرق، تلاقي إن إحنا بنعمل طرق وكباري وأنفاق وإلى آخره على مستوى عالي جدا. تلاقي حضرتك حد بيقول إيه؟ إحنا يعني هنعمل إيه بالطرق دي كلها؟ لا، ده الانفراستراكشر دي أي مستثمر أجنبي أو حتى مصري عايز يدخل في استثمار لازم يكون ضامن أن في بنية تحتية قوية يشتغل بيها. في جمل صغيرة كده ورسائل سريعة، فين الفرص يا دكتور في مصر؟ لا، بالنسبة لمصر دلوقتي حضرتك الفرص موجودة في كل القطاعات. النهاردة الدولة بتدفع دفع الناس عشان تستثمر في قطاعات مختلفة، بس مش بقواعد زمان. يعني دي برضو إجابة مقتضبة وفيها تحمل الكثير. مش بقواعد زمان، ما تتوقعش أن أنت هتكسب بالطريقة بتاعت زمان. بالظبط. فالشغل في جميع القطاعات متاح بقواعد جديدة. أن التسليم في ميعاد، أرباح زي ما قلت لحضرتك محددة. المواصفات اللي مطلوبة، مستمتعة وبتعلم وحسني باخد درس خصوصي كده محظوظة بيه النهاردة. بس قبل ما أختم حواري، إحنا دايما بنختم حوارنا مع الشخصيات الملهمة اللي زي حضرتك بشوية جمل كده، خلينا نقول أنه كلمات، وعايز أعرف وقعها على حضرتك في جملة. تعريف النجاح. النجاح بيبدأ بفشل، ولكن مع التصميم وأن الواحد يبقى passionate في شغله وعنده رؤية مفيش نجاح ببلاش. الحب. لا شايفة ليه الناس بتحرج لما نقول لهم كده. شوف هقول لحضرتك حاجة، أهم حاجة في الدنيا حب الناس. انك تشعري انك بتخدمي
الناس. ويمكن انا عشان طول عمري بشتغل في نون بروفيت اورجانيزيشنز، منظمات غير هادفه للربح. بالظبط، الانسان ممكن يعيش كويس ويربح كويس، بس في نفس الوقت لازم يبقى فيه هدف واضح قدامه، انه حب الناس بيجي من خدمته للناس. الاتقان يا دكتور. طبعا. بص حضرتك، احنا لازم ودي برضو الدولة دلوقتي بتعملها، لازم يكون في معايير. بمعنى العمالة بتاعت جنوب شرق اسيا والهند والباكستان ليه اكتسحوا الخليج بعد ما كانت اساسا العمالة مصرية؟ ان الناس دي اتعلمت وفق معايير. النهاردة كل حاجة بتتعمل ليها كود، فالسباك او الكهربائي او النجار بيشتغل بكود معين وبسيستم معين، لكن مش كده ايه بالشطارة والخيابة. فدي نقطة، الإتقان أصبح كمان ليه قواعد. الدولة دلوقتي بتنشئ معاهد ومؤسسات عشان تطلع الحرفيين دول. أنا بشكرك يا دكتور، بشكرك لأنه حضرتك واحد من الأساتذة والرموز المصرية والعربية والدولية اللي مش بس بتعمل شغل عالي، لكن كمان ملهمة جدا وقادرة جدا على شرح وتوصيل كل الأفكار العظيمة دي. بشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، شرفتونا جميعا. النهاردة هنقول وهنكشف أشهر 10 كذبات بتتقال جوه البنك. أنا متهيأ لأي حد فينا تعامل مع البنك أول كذبة أو أول جملة بيسمعها في البنك ويزهق منها وعارف أنها مش صح هي إيه؟ سيستم واقع. بالظبط. الكذبة الثانية فكرة أنه بيقول لك أنا بدي لك أحسن ريت، أحسن معدل عندي. دي كذبة طبيعية ومعروفة جدا، كل بيشتغل في البنوك عارفينها، لأنه هو هيحاول يطلعك مقتنع أنك ضحكت على البنك المركزي ذات نفسه، لكن هو في الحقيقة مدي لك طبعا أقل ريت، لأنه في اختراع تاني اسمه البونس هو مرتبط بيه. الكذبة الثالثة مصطلح ده يا جماعة، أنا هقول لك أنا هدي لك الموضوع ده وده win win situation. وطبعا لو سمعت الجملة دي افتكر إنه في اتنين كسبانين، البنك والموظف برضو عشان البونس برضو. الكذبة الرابعة هو انه هيقول لك انه البنك ما بيأخرش اي حاجة، وانه تحويل الفلوس جاي في السكة، وانه التأخير من البنك التاني. مين كان مستني تحويل وتأخر عليه كتير قوي واتصل بالبنك كتير قوي؟ كلنا، صح؟ التحويل والعطلة عند البنك التاني، وخد لك وقت كده في اللفة في البنك التاني مش عندنا. الكذبة الخامسة اللي بيكذبها موظفين البنوك انه ما تصدقوش ابدا لو قال لك انه انا بعتذر لك يا فندم انا مش هقدر ادي لك القرض لظروف اجرائيه. هو غالبا مكسوف يقول لك انه انت بالنسبه له نيجاتيف اريا، والمصطلح ده عند البنوك معناه انك يعني غلبان جدا وهو مش واثق فيك انك هتعرف تسدد القرض. الكذبة السادسة، لو ليك ورث لا سمح الله ولا حاجة، يعني الناس اللي بيبقى ليها ورث فظيع في البنوك، اعرف انه في البنوك بيشتغلوا بسياسة الحي أبقى من الميت. يعني خلينا نركز يا عم في الناس اللي صحيين اللي بيكلمونا، وبعدين نشوف الناس اللي هتاخد ورثها دي. الكذبة السابعة، واعتقد ان دي لما نسمعها في البنك نعرف انه خلاص هو زهق، جاب اخره منك ومش عايز يكمل معاك تاني، لما يقول لك ابتسامة لطيفة جدا كلنا في خدمتك يا فندم. الكذبة التامنة، لو قال لك المشكلة هتتحل خلال 5 أيام عمل، ما تبقاش عارف 5 أيام عمل عنده هو، 5 أيام عمل ليك انت كمان، ولا 5 عندي و5 عنده، الله أعلم، بس هما 5 مبهمين عمرهم ما بيبقوا 5 أبدا. الكذبة التاسعة، انك وانت بتعمل اي حاجة في البنك ويقولك بدون مصاريف إدارية، اوعى تصدق، اوعى تصدق، دور على المصاريف الإدارية، لانه ما فيش حاجة في البنك بدون مصاريف إدارية. الكذبة العاشرة، ولو كلمت اي حد من خدمه العملاء هيقول لك ايه؟ عارفينها؟ لحظات وهيكون معاك احد ممثلي خدمه العملاء. دي كذبه، مفيش لحظات، انت وحظك. لكن زي ما بنتكلم عن كذبات في حياه موظفي البنوك، الحقيقه بقى اللي احنا كلنا ما نعرفهاش، واحنا طبعا فاكرين انه يعني معاه فلوس كتير، الحقيقه انه حياتهم صعبه قوي. عشان كده هشاركك ب10 تحديات في حياه موظف البنك. والحقيقة إنه رغم إننا قلنا 10 كذبات بنحاول نكتشفها وبتحصل في بعض الأوقات من بعض الناس اللي بتشتغل في البنوك،
واحنا بصراحه ظالمينهم شويه، لان طول عمرنا فاكرين انه نقول على الراجل اللي بيشتغل في بنك يعني معاه فلوس كتير، الحقيقه انه حياته صعبه قوي. وعايزه اتكلم معاكم في التحديات بتاعه حياه موظف البنك. زي ما دايما بنقول السيستم وقع، هو كمان عنده دايما مشكله اسمها حل مشاكل العملاء. طول الوقت الناس عندها مشاكل ومش راضيه ومبسوطه، وبالذات الموظف اللي بيشتغل في خدمه العملاء جوه البنك. وعشان كده التحدي التاني هو انه لو عايز تدعي له دعوه حلوه كده، لو حد عزيز عليك بيشتغل في بنك، ادعي له قول ربنا يديله صبر، لانه أسئلة الناس ساعات بتبقى بلا معنى وبلا منطق وبلا هدف أحيانا. التحدي الثالث ممكن نقول إنه مبدأ صعب ومن كواليس الشغلانة ومش كلنا نعرفه، إنه عشان يعرف يخلص مشاكل العملاء هو محتاج إن علاقته بالمديرين بتاعته تتحسن، هو محتاج يحل مشاكله مع الهيد أوفيس عشان شغله يخلص كويس. التحدي الرابع في حياة موظف البنك إنه هو مش بس محتاج مهارة وشطارة في التعامل مع الأرقام، هو الحقيقة محتاج ذاكرة حديدية إنه يفهم إنه العميل ده كان عنده الأسبوع اللي فات، وإنه يفتكر تفاصيل معاملات كتير الناس بتبقى متوقعة إنه فاكرها. التحدي الخامس في حياته، ودي برضو حاجة من كواليس الشغلانة ويمكن معظمنا ما يعرفهاش، هو عنده كابوس كده اسمه السي بي اي. ولما سألت ايه هو السي بي اي قالوا لي ان هو تبقى العملية اللي هو عملها وتعب فيها وساعدك فيها تبقى مطابقة لشروط البنك المركزي او لسياسات البنك عموما، يعني هو ممكن يشتغل في حاجة وتطلع مش مطابقة. التحدي السادس انه زي ما انت فاكر ان انت عايز القرض، هو كمان عايز يديك القرض، فهو عنده تحدي فظيع ان هو محتاج يحلف ويأمن ويقول بكل الكتب السماوية ان انت تستحق القرض، هو معاك في صفك، بس احيانا ما بيعرفش يقنع الإدارة بده. التحدي السابع اعتقد انه بالذات الناس بتشتغل في الكول سنتر، هو بيسموها كده موظفين البنوك، في ناس بتهز راسها بتشتغل كول سنتر ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ الهندلة خدمة العملاء. فأصعب حاجة إيه؟ إنك تهدي اللي متضايق. أنا متهيألي دي في كل الشغلانات مش بس في البنوك، إنه كل مكالمات الغضب اللي عند الناس أنت أول واحد بتقابل الناس، قابل بقى. التحدي الثامن وهو النهاردة تعليمات وإجراءات، وهو عرفها وحفظها وعملها وساعدك، بكرة تعليمات وإجراءات حاجات جديدة هو محتاج يحفظها ويعرفها عشان يعرف يساعدك. وطبعا في أي غلطة في البنوك القانون لا يحمي الموظفين. التحدي التاسع، وغالبا كده احنا فاكرين البنك بيقفل الساعة كام يا جماعة؟ 4؟ ايه البنك الحلو اللي عندكم ده؟ البنك عندنا بيقفل 3 2. احنا فاكرين ان موظف شغله بيخلص لما البنك بيقفل، والحقيقة ان شغله بيبتدي. يخلص امتى دي مش بتاعته خالص، دي عند الله. التحدي العاشر، وبتهيألي التحدي هو الأكبر بالنسبة له، هو مديره شايف إن العميل على حق وإنه البنك على حق، لكن هو يا حرام عمره ما بيبقى على حق. على كل حال، كل الناس اللي بتشتغل في بنوك إحنا مقدرين وفاهمين، بس ابتدينا نبقى عارفين حاجات كتير. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. المهندس محمد أبو النجا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليفر للتكنولوجيا المالية، أحد مؤسسي تطبيق حالاً، الرئيس الإقليمي السابق لشركة كريم. مهندس محمد، منور. منور يا فندم. قد الحاجات الكتير قوي اللي انت بتعملها في حياتك وعملتها في وقت قصير، قد ما انا بسرعه جدا وعايزه اسالك، انت حضرت معانا التحديات والكبات؟ حضرتها. ايه اللي هيتغير في مستقبل شغلانه البانكينج بالحلول والتطبيقات التكنولوجيه؟ والله التكنولوجي هتفرق جدا في حته الكاستمر انترفيس، او حته ان العميل يقدر ياخد خدمه احسن بطريقه ابسط، والاحتياج للكول سنتر او لخدمه العملاء هيبقى مختلف. عشان التكنولوجيا هتحل جزء كبير جدا من المشاكل اللي بتبقى موجوده النهارده وبنحتاج ان احنا حد يحلها، هي هتحلها لوحدها
الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج وشويه حاجات كده بنعملها يعني. شويه حاجات بنعملها، انا عارفه انه تلخيص الحاجات الكتير اللي بنعملها عشان نحول منظومه البنوك الى منظومه الكترونيه او نبقى اخذنا خطوه لقدام، احنا فين لحد دلوقتي؟ يعني احنا بنسمع كتير قوي عن الفينتك او ترجمها لي كده، فينتك فاينانشال تكنولوجي، فينتك يعني تكنولوجيا الماليه بالظبط، اللي هي بتساعدني في ايه، بتعمل لي ايه، فهمها لنا. هي التكنولوجيا الماليه موجوده من زمان، يعني موجوده من اول الاي تي ام والكارت نفسه الكريدت كارد او الديبت كارد، بطاقه الائتمان دي نوع من انواع التكنولوجيا الماليه وبتتطور كل شويه. اخر حاجه شفناها هي الموبايل بانكينج، او ان البنك يبقى موجود على التليفون الموبايل، وبيتطور بعد كده انه بيقلل الاحتياج للفرع والاحتياج للبني ادمين بالكثره دي عشان تقدر انها تقدم الخدمه. فده ما يسمى بالايجنت بانكينج او بالديجيتال ترانسفورميشن للبنكس اللي موجوده دلوقتي. بمشوار طويل جدا ليك مع التطبيقات، تقدر تقول انه التطبيقات هي الطريقه العصريه في تقديم الخدمات كلها عموما، لكن تحديدا عايز اسالك عن البانكينج اللي انت بتقوله لي، هقلل احتياجي للفرع، ممكن ابقى مش محتاجه اروح الفرع خالص الا في حاله، قول لنا بقى. والله حضرتك في بلاد زي البرازيل مثلا، في برودكت هناك اسمه نو بانك، لغى احتياج الناس للفروع بالكامل، بتقدري تفتحي حساب وتعملي تحويلات وتحولي وتحطي الفلوس بتاعتك في البنك وتسحبيها وتحول، كل حاجه بتتعمل من من مكانك يعني. فده في بنوك في مصر بدات تعمل ده ولا لسه؟ في اونلاين بانكينج قوي، وفي شركات في الفينتك ابتدت تعمل ده، بس هو بيحتاج بعض الحاجات، والبنك المركزي ابتدى انه يعمل الاجراءات اللي تساعد على ده، زي فكره الاي كي واي سي او اعرف عميلك، انك ما تضطرش ان انت تروح البنك عشان تفتح حساب. وفي اجراءات بتتم دلوقتي، احنا شغالين يعني عن قرب مع فريق الفينتك في البنك المركزي عشان نقدر ان احنا نقدم ده قريب ان شاء الله. طيب احنا عارفين انه في رؤيه مستدامه كده، وفي رؤيه 2030 وهي الرؤيه الاقرب بالنسبه لنا، احنا في 2022 بقى خلاص، فاحنا في 2030 ممكن ايه اللي يتغير في الخدمات البنكيه اللي بتتقدم لنا حاليا؟ يعني اظن ان مش هيبقى في كاش خالص في 2030، والموضوع هيحصل اسرع بكتير قوي ما احنا متخيلين. ورؤيه الدوله دلوقتي للشمول المالي بتزق على ده، يعني حضرتك النهارده لو رحتي المرور هتدفعي بالكريدت كارد، لو رحتي اي منظومه في بعض المؤسسات الحكوميه اللي بترفض اصلا تاخد كاش بالظبط، وده هيبتدي يتوسع انه بعد كده هيبقى موبايل تو موبايل باذن الله، يعني هيبقى من موبايل حضرتك تقدري تدفعي بموبايل مش لازم الكارت، وهيبتدي يتطور والناس هتستسهله، والاجيال الاصغر هتكبر على ده، فهيبقى بالنسبه لها مش هيبقوا عايزين الكاش خالص. ده الطبيعي. انت قلت نقطه مهمه جدا على الاجيال الاصغر، عشان كده عايز اسالك وهتعملوا ايه مع الاجيال الاكبر؟ ازاي هتخليهم هم كمان يبقوا جزء من المنظومه؟ الاجيال الاصغر بتاثر على الاكبر، فمثلا لو الابن يعني انا في صديق ليا ابنه مثلا عايش في هولندا وبيستخدم التقنيه دي هناك، فالاب اضطر ان هو ينزل التطبيق واضطر ان هو يتعامل بالموضوع ده، فلو الجيل الصغير دخل في الموضوع هيجر معاه الجيل الاكبر لان هم الممولين ليه، فاحنا هنخش لهم عن طريق الصغيرين. اوكي خلاص، ونحاول نعمل كده. لان انا لحد دلوقتي لسه بشوف طوابير الناس اللي واقفين ياخدوا المعاش من الاي تي ام وبياخدوا لسه كاش، فيمكن هي بالضغط وبتكرار الاحتياج لان احنا نستخدم حاجات ديجيتال. هي كمان منظومه كامله بيسموها ايكو سيستم، ان لو المنظومه كلها بتخلي الشخص مش قلقان ان هو معهوش كاش في ايده وبيقدر يدفع بطرق كتير، وفي اكسبتنس او يعني قبول للدفع بطرق مختلفه، هنقدر ان احنا نعمل ده ان شاء الله. هل التقنيات البنكيه اكثر امانا ولا اقل امانا ولا هي هي التقنيه في الاخر واحده، ولكن الطرق لاستخدام التقنيه هي اللي بتختلف. يعني الكور بانكينج او الطريقه اللي بيحصل بيها الحسابات شبيهه جدا، بس الطرق انك تقدميها عن طريق بوت او عن طريق اب او عن طريق ويب سايت او عن طريق موظف شخص يعني هي اللي بتتغير، بس هي التقنية في الآخر كلنا بنقدم نفس الحاجة، بس زي ما بيقولوا كده لفة الهدية مختلفة يعني. لكن انت مش منحاز لحاجة؟ انا مستغربة قوي، انت راجل فير جدا ومنصف يعني. لا انا منحاز للتكنولوجيا لان انا يعني درستها، انا مهندس كمبيوتر اصلا وببني شركات تكنولوجيا مع الفرق اللي معايا بقالي فترة، يعني منحاز للتكنولوجيا، ولكن هيفضل في جزء البني ادمين هتفضل تعمله، وهيفضل في جزء
زي اللي موجود دلوقتي. الفرق بس التكنولوجيا هتسهل الحاجات وهتأثر المسافات على الناس يعني، وهتسهل الحياة يعني. من كل التطبيقات اللي انت كنت احنا سمعنا حالا يعني شريك فيها ومؤسس ليها، ايه الفرص الاكبر للاستثمار في التكنولوجيا؟ يعني لو عايز تغشش اجيال من الناس اللي بتفكر، اللي عنده فكره تطبيق، ايه الفرص المتاحه اكتر؟ والله في مصر الفرص يعني كتير جدا، بس اكثرها حاليا هو دمج التكنولوجيا الماليه بالصناعات الموجوده دلوقتي. زي ان حد يخش في سيستم مثلا بتاع الزراعه ان هو يعمل تطبيقات للمزارعين، زي ان حد يخش في سيستم التصنيع يعمل تطبيقات للمصنعين. فاظن ان الفتره الجايه هيبقى في كذا تطبيق لكذا قطاع، والحته دي لسه فيها كتير جدا. وفي بلاد زي الهند مثلا في الحته دي قطعت شوط كبير. وكمان البنك المركزي بيطلق اللي بيسموه الاي بي ان او الانستنت بيمنت نتورك، اللي هو التحويل اللحظي. خلاص في آخر مراحل شبكة التحويل اللحظي. شبكة التحويل اللحظي، فده هيفرق جدا وهيخلق فرص كتير جدا، لأنه في حاجات كتير قوي هتركب على المنظومة دي وتقدر أنها تنتشر في حاجات ما كانتش ممكن تتعمل قبل كده. أنت قلت حاجة قلقتني شوية، في بلاد سبقتنا وده طبيعي، لكن احنا نقدر نلحقهم إن شاء الله. هو لما حد بيسبقني أنا لسه عندي الفرصة أن أنا أعمل تطبيق جديد، ولا أنا مش عايد اختراع العجلة، أنا هشوف اللي سبقني عمل إيه وهعمله؟ يعني قولي الموديل. احنا مثلا في حالا بنينا كل البزنس موديل على حاجة اسمها جو جاك. دي شركة في إندونيسيا، وكنا يعني بصراحة بنقلدهم في كل خطواتهم، وده كان فرق معانا قوي. برضو في شركات كتير في مصر في التكنولوجيا المالية بتاخد الموديل من البرازيل، لأن البرازيل شبهنا شوية، عددهم كبير، الفروقات في المسافات بعيدة، والفروقات في الطبقات برضو كبيرة، فبتلاقي الحاجات بتشتغل في البرازيل لما بتتقلد هنا عادة بتنجح. في حاجات احنا سبقنا فيها، ده في التكنولوجيا مش غلط. لا طبعا منطقي يعني. لا كل يعني هو في الآخر ليه أروح أعمل حاجة من الأول؟ طب ما أنا أعملها واخد حاجه زيها وامصرها واخليها زي ما احنا بنعمل في الشغل العالي كده. بالظبط كده، بنمصر نظريات الاداره. بالظبط كده، يعني هي دي الفكره. وفي حاجات في النص بقى بنعملها لاول مره، ما بنبقاش عارفين ان احنا بنعملها اول مره، بس لما بنعملها بلاد تانية بتاخدها مننا وبتقلدها وهكذا. ينفع استغل فرصه وجودك معانا النهارده واقول للموظف التقليدي بتاع البنك، وبالمناسبه الموظف التقليدي دي ممكن تبقى شاب يعني مش لازم يكون كبير في السن، في حاجه مخيفه كده انه انا ساعات افكر اقول انا بعد 5 سنين لو ما طورتش من نفسي هفقد الوظيفه بتاعتي او تسلسل الوظيفه، ايه الفرص اللي ممكن تروح على شخص بيشتغل في قطاع البنوك اذا لم يتطور ولم يواكب الكلام العظيم اللي انت بتقول لنا عليه؟ هي الدنيا بتتطور اسرع ما احنا فاكرين بكتير، ونقل المعلومات دلوقتي بقى سهل قوي بالسوشيال ميديا اللي موجوده. فلو حد ما ابتداش هو اللي يحاول يزق في نفسه ويطور في نفسه، ممكن في 5 سنين ما يبقاش له مكان اصلا في منظومه العمل بالكامل، لان الموضوع سريع جدا والاجيال الاصغر اشطر من الاكبر. يعني انا بتعلم من الاجيال الاصغر مني وهم اللي بيعلمونا دلوقتي نعمل ايه، فلازم يتطور ولازم يسمع للأصغر منه، ولازم يبقى عارف التكنولوجيا رايحة فين، عشان ده خطر علينا كلنا يعني. خطر علينا كلنا إذا وقفنا مكاننا طبعا. طب اسمح لي قبل ما أختم معاك، أنا عايزة أسأل الناس عن التطبيقات، لأنه الموضوع ده بيفرق معايا قوي. أكتر أبليكيشن بتستخدموه على الموبايل إيه يا جماعة؟ فيسبوك. حد بيستخدم الأونلاين بانكينج أو بدأنا؟ أونلاين بانكينج يعني أقصد أنه إحنا كلنا يعني عندنا دراية بالتطبيقات. للمستخدم إيه النصيحة؟ إزاي أختار التطبيق الأسهل أفضل؟ إديني حاجة بقى من زاوية اللي بيعمل التطبيق. أهم حاجتين في رأيي هو الترانسبرنت برايسنج أو الشفافية في التسعير. ده دلوقتي مهم جدا يعني عالميا بقى، ده مهم إن ما يبقاش فيه مصاريف مستخبية. فالشفافيه في التسعير مهمه، ان يقول لي انت هتدفع في السنه اشتراك اكس كذا، بس ما تخبيليش الموضوع وتقول لي مفيش اشتراك، ده مهم جدا. الحاجه الثانيه هي السكيورتي، الامان، وفي شهادات سكيورتي بتبقى موجوده زي حاجه اسمها البي سي اي مثلا في الكروت، لما التطبيق بيبقى عنده دي بتبقى واثق بنسبه كبيره ان فلوسك مش هتتسرق، ان حاجتك مش هتروح. فالحاجتين دول بالنسبه لنا مهمين قوي يعني.
ينفع أسألك إيه الخبر الحلو لكل اللي بيشتغلوا في مجال التكنولوجيا الذكاء المالي اسمه؟ الفينتك. احنا السنة دي القطاع بتاع التكنولوجي وبالذات الفينتك في مصر السنة يعني اللي خلصت اللي هي 21 جذبت حوالي 600 مليون دولار. وفي شهر أكتوبر تمويل للتطبيقات استثمار لكل المجموعة يعني. محلي ولا معظمها من بره. حلو قوي. معظمها من بره. في شهر أكتوبر اللي فات مصر كانت الأولى في المنطقة ب 162 مليون دولار أكتر من السعودية وأكتر من الإمارات في جذب الاستثمارات للقطاع ده. الـ الـ الأرقام بتقول إن السنة 22 هتبقى أكتر من 21 وبتقول كمان إن النمو نسبة النمو هتفضل تزيد لغاية ما يحصل ستابيليتي يعني يحصل ثبات وده لسه قدامه شوية والاقتصاد في مصر الحمد لله ماشي كويس وكل حاجة ماشية كويس وإحنا جزء منه وإحنا بننمو أسرع من الاقتصاد عشان التكنولوجيا بتسمح بيسموها تليب فروج تنط حاجات في النص فلو حاجة بتمشي بسرعة 100 مثلا التكنولوجيا بتخليها تمشي بسرعة 500 يعني فالحتة دي هتكبر جدا وفرص العمل فيها كبيرة جدا واللي عنده صنعة فيها هتبقى صنعة غالية جدا طبعا خلاص انا غشيت الكلمتين اللي بصراحه عايزه اسمعهم وبشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد شكرا يا فندم شرفتنا وده باختصار مستقبل الشغلانه قطاع البنوك مستقبله في التكنولوجيا والتطبيقات زي ما سمعنا في ناس بتشتغل شغل كبير وشغل عادي نورتنا ربنا يخليك بكلام وحاولنا جدا ان يكون واقعي ويشبهنا ومش مثالي وحاولنا نعمل شغل عالي